ولا قوة إلا بالله. الشجر ذنب شنو يا حبيبي؟ الشجر ده ذنب شنو؟ أنا لو سامحتك الشجر بيسامحك، ولا الحشرات اللي كان باكلوا هنا بياكلوا ويسترزقوا من الحقنة بيسامحوك؟ حسبنا الله ونعم الوكيل منكم يا سياسيين، حسبنا الله ونعم الوكيل منك يا حميدتي وبرهان. الله لا كسبكم، ولسه انت بتتحاربوا، لسه انت بتتحاربوا، الله لا كسبكم لا في الدنيا ولا في الاخرى. نتلاقى ان شاء الله يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. وين القلب السليم اللي عندكم انتم؟ انتم ما عندكم قلب سليم. انتم لو عندكم قلب سليم كان اتحاننتوا بينكم انتم كسودانيين، ما حركتونا نحن كشعب، نحن كشعب كان ما حركتونا. حسبي الله ونعم الوكيل منكم جميعا. عايزين نعمل لكم شنو؟ نقول لهم بارك الله فيكم؟ نقول لكم بارك الله فيكم؟ في عملتوا فينا هنا جوع عطش اكثر من 3 سنوات وانتم بتتفاوضوا، بتتفاوضوا في شنو؟ انتم سودانيين انتم؟ انتم ما سودانيين ولا بتشبعوا السودانيين ولا عمركم بتعرفوا السودانيين. لا سياسيين نافعين، لا برهان، لا حميدتي، لا كل فيكم فيكم خير. الله يرحم السودان ويغفر له. اللهم امين. مات السودان وانتهى السودان. لكن باذن الله تعالى لنا يوم معكم. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. سنلتقي، سنلتقي هناك يا ابو يا برهان، سنلتقي هناك يا حميدتي، سنلتقي ذاك يوم القصاص، ذاك يوم القصاص سنلتقي ان شاء الله. ولسه انت بتحارب، اوقف الدماء يا اوقفوها الدماء هذه، اوقفوها. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. ذنبنا شنو نحن؟ تحرقونا، جوعتونا، عطشتونا، مرضتونا، ولسه انتم بتتحاربوا. وهذا هو، هذا هو بقايا الحرب، موت ودمار وحريق. هذا السوق مليارات، مليارات تريليونات المبالغ، قروشا ما تتعدى. حسب اكلت كلها بقت رماد، رماد عشان خاطرك انت يا حميدتي.